ازاي تحول الموبايل الاندرويد اللي في ايدك لايفون، بعيدا بقى عن جو اللانشرات الورق وبعيدا عن المحل اللي على اول الشارع. تعال نجرب الطريقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. حوار تحويل الاندرويد لايفون انا شفته في 3 اشكال مختلفه. اول حاجه الصوره بتاعت المحل اللي بيقول لك تحويل اي اندرويد لايفون ب 15 جنيه، لا شغل اليابان ولا شغل الصين. الشكل الثاني بقى من اللانشرات الورق اللي مجرقه المتجر، اما بتحملها بتلاقيها مثلا لما تيجي تدوس على زرار الهوم او الرئيسيه تلاقيه راح مكرجك لللانشر الاساسي، او تلاقيه مليان اعلانات، او انه يكون بيدي لك المميزات من على الوش مش اكتر، تغفيل افري وير. الشكل الثالث بقى اللي احنا هنجربه دلوقتي واللي مختلف عن كل اللانشرات اللي موجوده على المتجر واللي بتكون واخده تقييمات عاليه جدا وناس كتير محملاها، وعن عكس السائد والمتعارف عليه انه لما بتيجي تحمل اي تطبيق بتدور فعلا على التقييمات العاليه وعلى التحميلات الكتير، الا انه التطبيق ده لقيته مختلف لانه بالفعل انتشر وتوغل كده في الموبايل وحول الموبايل حتى في الحاجات الصغيرة. قبل ما نكمل ما تنساش انك تدوس على زرار لايك اللي عندك هنا اللي عجبك اللي بنتكلم فيه. وبالنسبة للاشتراك بقى فده حرية شخصية، لو عايز تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان تتابع الجديد اول باول والفيديوهات اللي شبه ده مفيش مشكلة، مش عايز تقدر تدوس على زرار لايك. المهم بقى تعالى ناخد جولة سريعة جوه الايفون درويد اللي معايا ده وبعدين اقول لك حصل ازاي. علشان بقى الموبايل يشتغل معاك زي ما شفنا كده فانت محتاج تطبيقين، اول واحد هو اللانشر الغريب العجيب اللي شقلب حال الموبايل ده، وهو اللانشر العجيب ده هتلاقيه موجود على المتجر بدون اي مشكله، بتحمله وبعدين تديله الاذونات او البرميشنز اللي هو طالبها وبعدين تتفرج عليه وهو بيقلب لك الموبايل خالص. اول ما بتحمل التطبيق وبتديله الاذونات اللي هو طالبها اللي هو تقريبا بيقولها لك اول ما بتفتحه على طول، بيكون في عندك شويه اوبشنز زي مثلا خلفيه الايفون زي زراير الايفون لو انت عندك جيجرز مثلا، بتقدر انك تدوس على الحاجه اللي انت عاوزها. طبعا انت تقدر تنقل اي تطبيق انت عاوزه او تنظم التطبيقات لان الموضوع بيكون سوق بيفتح لك كل حاجه على بعضها، فكل التطبيقات مرميه قدامك فانت اللي بتنظم التطبيقات على حسب استخدامك. بتقدر انك تدوس دوسه طويله على الهوم كده عادي في مكان فاضي بتلاقي كل الايقونات بقت بترقص كده، تقدر انك تدوس دوسه طويله على اي تطبيق وتسحبه يمين او شمال او في اي مكان انت حابه. مش كده بس، انت تقدر تدوس على رجوع كده علشان يثبت لك كل حاجه، بعدين تيجي على كل تطبيق لوحده تدوس دوسه طويله علشان تعمل اديت اللي هو تغير اسم التطبيق، تقدر انك كمان تدوس علشان تعمل ديليت للتطبيق، تقدر انك تدوس على شير للتطبيق اللي هو بتبعته من خلال اي طريقه ثانيه سواء مثلا شير ات او من خلال نير باي شير او ايا يكن الطريقه اللي تحبها. طبعا في لعب انفو وفي اديت هوم سكرين، اديت هوم سكرين دي اللي هي زي الاولانيه بتخلي لك كل حاجه بترقص علشان تنقل التطبيقات زي ما انت عايز. بعد ما بتخلص طبعا تنظيم كل الحاجات دي في عندك بقى انك بتسحب من الشمال هنا علشان يدي لك شويه الاختصارات بتاعتهم، وبيكون في عندك الطقس وشويه حاجات ثانيه. مش كده بس، انت كمان تقدر تسحب من اليمين فوق هنا علشان ينزلك الكنترول سنتر الخاص بايفون. وكمان من الحاجات المميزه ان هو في الحتت الصغيره واخد باله منها جدا، يعني مثلا من بين الحاجات اللي كانوا بيقولوا عليها دقه في الايفون انك لو جيت تشغل الفلاش فزرار الفلاش الصغير ده بيتغير مكانه على اساس انك فتحته عملت له اون، فبتيجي انك تدوس بتلاقيه فعلا بيتغير برده معاك. بتقدر كمان انك من الاعدادات بتاعه التطبيق ده انك تتحكم في التطبيقات او اختصارات التطبيقات اللي تظهر عندك هنا. انا مثلا اخترت انه يكون في الكالندر او التقويم ويكون في سجل المكالمات ويكون في الميل. تقدر تسحب من الشاشه من فوق من الشمال علشان يظهر لك النوتيفيكيشنز نفسها بقى لو في اي نوتيفيكيشنز جات لك بعيدا عن الكنترول سنتر نفسه. ولا ننسى طبعا انك لو جيت تسحب من اي مكان على الشاشه نفسها بعيدا بقى عن الطرفين اللي موجودين فوق بيفتح معاك البحث بتاع التطبيق نفسه اللي هو بحث الايفون العادي سواء عن تطبيق بقى او عن اختصار او عن سجل مكالمات او ايا يكن. ومن الحاجات المميزه جدا بقى في التطبيق ده واللي ممكن احمله علشانها اساسا حتى لو مش استخدمه هو بس علشان خاطر استخدمها هي، وهي الاساسيتيف تاتش. طبعا هي يعني اللي هي الكوره دي، طبعا هي في شاومي اسمها الكويك بول فبالتالي ممكن تكون كوره يعني. المهم هي الكوره اللي انت بتدوس عليها علشان يظهر لك اختصارات كتير من بينها مثلا الهوم او الكنترول سنتر او الديفايس دي اللي بيكون جواها بقى اللوك سكرين وبيكون جواها سكرين شوت وكل الحاجات دي. طبعا انا لسه ما جربتش اني امسك موبايل من الجداد اللي فيهم الريفريش ريت عالي، لكن مسكت ايفون مش بتاعي طبعا وشفت الاسيستف تاتش قد ايه سهله، فاقدر اقول لك انه لما جربت الاسيستف تاتش من التطبيق ده وقارنت بينها وبين الكوره اللي موجوده او الكويك بول اللي موجوده في الموبايل بتاعي هي سلسه جدا وكانها ماشيه بريفريش ريت اعلى من اللي موجود في الموبايل اللي هو 60 فريم العادي. التطبيق التاني بقى ضروري علشان تكمل الصوره، ما هو الايفون بيحتاج ويدجتس ولازم يبقى عندك زيهم، فبالتالي يجي معانا دور تطبيق ويدجيتوبيا ده، وهو تطبيق موجود على المتجر عادي بتقدر تحمله. طبعا التطبيق فيه حاجات مدفوعه لكن فيه حاجات مجانيه، انت كل اللي عليك انك بتدوس دوسه طويله على الشاشه وبعدين بيكون في عندك علامه البلس هنا فوق بتدوس عليها وبتقدر انك تنزل تحت كده وتختار ويدجيتوبيا. لما بتختار ويدجيتوبيا بتقدر تختار مقاس الويدجيت اللي عجبك
وليكن مثلا بنختار ده وبندوس اد ويدجت، فهو بيضاف لك هنا. مجرد ما بيضاف لك هنا كل اللي عليك انك بتدوس عليه دوسه بسيطه فبيفتح لك التطبيق نفسه. لما بيفتح لك التطبيق بقى بتختار اي ويدجت يعجبك، اي شكل انت عاوزه، وليكن مثلا الشكل ده، وبتدوس عليه دوسه بسيطه. مجرد ما بتدوس عليه بيفتح معاك بتختار سيت ويدجت. تخرج بره خالص بقى هتلاقي الويدجت موجود معاك على الشاشه، وطبعا انت بتقدر تدوس دوسه طويله وبتختار ريسايز وبتغير المقاس بتاعه من الاسهم اللي ظاهره لك دي، وبتستنى بس لحد ما يحمل وبيشتغل معاك بدون اي مشكله برضو. وبكده نكون خلصنا الفيديو. طبعا رابط كل التطبيقات هتكون موجوده في الديسكربشن بوكس تحت، بجانب طبعا الرابطين بتوع الفيديوهين اللي قلنا عليهم في الاول من شويه. تقدر تحمل التطبيق اللي يعجبك او تحمل التطبيقين وتستخدمهم. ما تنساش بس زي ما اتفقنا انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، وزي ما قلنا لو تحب تقدر تدوس على زرار الاشتراك وجنبه الجرس علشان تتابع الجديد اول باول. شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.